غزالي يلا بسم الله. بسم الله غزالي درت فيها الحيمات ديال الغلمي، شويه العظومه ديال الغلمي ديال العيد. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كي دايرين مع الصحه؟ كيف ما تشوفوا جميله العبديه جاتكم ان شاء الله في فيديو جديد. كيف ما تشوفوا راني مشمره على كتافي وهازه على يدي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد طواجين ديال الكفته على الطريقه ديالي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. درته من بعد ما درت هذاك الفيديو ديال المسمى اللي شاركت معاكم، مسمنه جو غزالين وكليناهم بالصحه والراحه. ايوا كيف ما شفتوا هذيك الطريقه ديالي. من بعدها درت لهم، درت للراجل عكوستي وحط طواجين ديال الكفته خفيف ظريف زوين على مزينات جا غزال. كنتمنى تتبعوا الطريقه ديالي ويعجبكم ان شاء الله. وهذا غير عشايه كنوجد فيه لعائلتي، كنتمنى رحنا كنبارطاجيو معاكم كلشي داكشي اللي بيناتنا الحمد لله يا ربي. وهذه درت فيه شويه ديال الربيع كيف ما تشوفوا، القزبر والمعدنوس قطعته لحته فوق من الكفته، شويه ديال الطحميره ايوا، شويه ديال الخرقوم عود. هذا مكار كلشي تبارك الله كيعرف الطواجين ديال الكفته. هذا شويه ديال البزار ما تكثروش، شويه ديال السكينجبير. صافي هذا مكان، وغادي ان شاء الله غادي نخلطها وندير فيها شويه ديال زيت العود. حتى هي كتجي هميد مشويه حيت هذيك ما يدمش، شويه ديال الملحه ما فيها، شويه الشحمه ناشفه درت فيها شويه زيت العود. وراني كنصاوب وكنهضر مع راجلي كيجي كيصدعني، قلت لي خليني نطيب على خاطري، هو كيجي على قبل ولدي كيقول لي راني غندير ليه نفعل ليه نترك ليه. المهم با هذاك منو ليه، وغادي نخلطها معاكم بحال هكا شويه. نغسل يدي ايوا، وضروري بنادم من النقاء والشقاء كما تعرفوا النقاء والشقاء. يعني ندير هذيك الكويميله ديالي المفضله اللي كنطيب فيها ديما، هذيك الكويميله راه ديال عبوستي مسكينه كانت ديما كطيب فيها، حتى انا كنطيب فيها. ودابا غادي ندير المقله، غادي ندير فيها ثاني واحد الحاجه اخرى عكوستي كتعجبها هذه، كنديرها لها ديما كتاكلها، هي الاكله ديالها المفضله، خبسيطه وعاديه ولكن كتعجبها كنديرها لها ديما كتجيها زوينه. ايوا كيف ما تشوفوا هذا الشيء اللي غادي ندير فيها. غادي ندير فيها واحد النجيلات غادي نغسلهم مزيان بعدا كيف ما تعرفوا، اي حاجه جبناها من برا راه ضروري خاصها الغسيل، غادي نغسلها مزيان. وغادي المهم ما خلاتنيش باش الوقت باش غادي ندير، لان القميله الاخرى نشفات ليا من الماء، حتى درتها بعدا في العافيه تنشفت من الماء، درت فيها شويه زيت العود. ومن بعد غادي نقص عليها شويه العافيه وغادي ندير الكفته ديالي. راه هاد الطواجين راني شاركت معكم دابا، راه غير كنوجد نوريكم الطواجين اللي درت مع العائله ديالي. ايوا كيف ما قلت لكم راني مجمعه وكنطيب. الحمد لله بنادم هو جماعه هو. ايوا دابا غادي ندير صافي، خليت هذيك الكويرات كيتقلاو ليا في الزيت العود شويه على عافيه مهيله. دابا غادي ندير الدنجالات ديالي هذا وانا نقطعهم نديرهم حتى هما، حتى هما كنشدهم وكندهنهم بشويه ديال الزيت العود، قطعهم قطعات صغار كيف ما تشوفوا. وانا راني دايره درت لهم العشاء ديالهم وكنصوف العشاء، وانا راني عشايه كايف ما في بلاصه اخرى غير كونوا هاني كيف ما تشوفوا مطيورين بحال هكا. دابا غادي ندير شويه ديال الزيت العود. ايوا هذيك هذيك اللي الشيته اللي كيمسحوا بها راه عندي الفوق كيف ما تعرفوا، راه عندي جوج كوزينات، مع المره كيهربوا ليا الفوق مره يهربوا ليا لتحت، وهي هذيك غاديه ايوا جميله راه معديه باش مكانو صافي. غنشدو نمسحهم بحال هكا بشويه ديال الزيت العود. ما كيشوف الدنجال بحال هكا ما كيهش الزيت وكتاكليه بالصحه والراحه. Thank you.
ومن بعد البنات من اللي قلبت هذيك الكفيته طابت منها هكا ومن هكا يعني متقلات في زيت العود من هكا ومن هكا وطلعت طلقت الرغا ديالها وديك البنه ديالها. شدت واحد البطاطا وحده وقطعتها قطيعات صغار نقيتها وقطعتها قطيعات صغار كتجي زوينه حتى هي فيها. وواحد الميطيشه حتى هي وحده ما بقيت وحده غادي نقطعها فوق منها باش تعطي المذاق ديالها حتى هي كتجي مطيشه كتجي زوينه بهاد الطويجين تاع الكفته. وغادي نقطع فوق منها هذيك البطيطه حتى هي نقطعها غير قطيعات صغيرين. ايوا صافي نلوحها فوق من البطيطه ديالنا. وهذيك المطيشه غادي تطلق الماء ديالها والكفته تاعي راه كطلق الماء ديالها والبطيطه حتى الاخر غادي نزيد واحد شويه ديال المطايب وصافي الطويجين ديالنا. من بعد غادي نحطو منه فلفله حمراء نقطعها حتى الاخر كتجي هي الاخر كاع باش تبقى ديك الفلفله شاده في راسها باش ما تذوبش من الركاع. صافي هذاك سميتو هذاك الدنجال ديالنا راه زوين بهذه الطريقه بحال هكا غير كتمسحيه بالزيت وكتحطيه في مقله تكون مقله ثقيله وزوينه ما كتكونش كتحرق كيجي زوين ولذيذ وما تيشربش الزيت وتتاكليه على خاطرك ما ماشي بحال كيف ما كنقلوه في الزيت يعني هو راه كتعرفوا بحال بونج في هذه الطريقه ما كيهش الزيت نهائيا. وصافي غادي نمسح هذيك الدنيا وغادي نحيد ديك الدنيا كامله تما وغادي نوجد الشلايطه ديالي خفيفه ظريفه ماشي شي شلاضه اللي هي زعما غير مهم بنادم ياكل الخضره حتى هي زوينه باش ما كان كاين عندنا هذيك الشلاضه المدوره هذه كتعجبني هذه الشلاضه كتكون مدوره بحال هكا ماشي بحال داك الخص اللي عندنا في المغرب لان هنايا في هنايا عندنا مع بعدا في بلجيكا كاين بزاف الانواع ديال الشلاضات هنا كيقول لهم شلاضه يعني الخص. غادي نقطع هذا الخص المدور بحال هكا كيعجبني لانه حلو زوين كتاكليه ما كتشبعيش منه غزال تبارك الله. وصافي غادي نقطع معاه واحد شويه ديال الخيار عجوزتي مسكينه كتبع كيعجبها هذا الشيء ديال الشلاضه في الصيف شويه ديال الشلاضه غادي تاكل مسكينه شويه ديال الشلاضه هذيك اللي درت. وغادي تاكل معنا هاد الدنجال انا درتو لها غير هي وتاكل واحد شويه ديال الكفته طرف بنادم شويه الكبر ما كيبقاش يقدر ياكل بزاف. المهم كنديرو كنشوفو ما امكن نديرو الشيوات اللي كتعجبها واللي كتقدر تاكلها وتقوت بها الحمد لله يا ربي. المهم بنادم راه ملي كيكبر كيولي بحال الدري الصغير هادي ما كان الشهيه كتقلال شويه والحمد لله. بنادم هو اللي يتهلا في والديه ويتهلا في ناسو ويكون مزيان معرفتي ربي فيني فيني يديرها لك. وتحنا غادي نكبروا وتحنا غادي نولوا تحنا ضعاف وكنبغيو اللي يتهلا فينا واللي يكون معانا. دابا غادي نشد نقلب هذيك شويه هذيك ديانا نشوف فين وصلت هذيك الكفيته نشوف فين وصلت واش طلقت الماء وداك الشيء. غادي نزيدها شويه ديال سميتو الملحه حيتاش ما درتش الملحه في المرقه. وغادي نزيد شويه ديال البزار حتى هو في المريقه حيت كيف ما تعرفوا ما درتش المرقه ما درتش فيها درت غير في الكفته هي درت فيها العطريه. صافي جات زوينه وانا راني عاق ولبتهم بهذا العشاء كيف ما تعرفوا اخوتي ما نكذب عليكم من نكذبش عليكم راني غير قولبتهم بهذا العشاء ضربت ليه خفيف ظريف وتسويت درت العكوزتي ودرت راجلي وانا راه عشايا كاين عارفه فين كاين وغادي نمشي ليه ان شاء الله نتبرع به. وها انتم معايا غادي تشوفوا كلشي ان شاء الله على حق وطريقه يا ربي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وسمحوا ليا وما ديروهاش مني قال الصواب وقبلوا عليا خوتي. وهانا معكم جميله العبديه.
العشاء انا وجد البنات كيف ما تشوفوا الطواجين ديال الكفته بشويه ديال الفلفله من الفوق، شويه ديال الباذنجان المقلي بالطريقه ديالي زوين، وبالزيت العود حاجه صحيه وزوينه، والشلايضه ديالنا على قد الحال بالخيار، وشويه ديال الخص، وهذيك اللي شاطت ليا ديال الفلفله قطعتها فوق منو طياره زوينه كتكل زوينه. وبالصحه والراحه وانا غادي نمشي ناكل العشاء ديالي، وهادي تبعوا معايا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين لاباس. اختي راه عاد جات عندي دابا، والله ما قطعت نصور دايره العشاء عشانا اليوم، وعيط على اختي قلت لها دوزي عندي، وهي جات عندي دابا وانا راه عسمت الحريره، وقلت الله عشايا اليوم راني صيبت الناس العشاء، داكشي خفيف ظريف، ما كليت ما والو، درت براسي راني عناكل، وجيت انا عشايا هو الحريره حامضه. الحريره حامضه هي فينا هي، راني رديتها الطيبه هي فيها، درت فيها الحيمات، درت فيها كلشي. انتم كلكم تعرفوا الحريره وقوام الحريره، يعني انتم عارفين الكرافس العدس داك، وهذا الربيع تنديروا فيه هو الاخر، والعدس حتى نسد على هذاك الشيء طيب، عاد كندير العدس. العدس ما تنديرش هو اللي قلت لك يطيب دغيا، يطيب دغيا، ولا رطبتيه بحال هكا، لا رطبتيه تيدير، هو كيبغي يترطب باش كيبقى بالجلده ديالو يا ما تيديرش. وانا شوفي تبارك الله درت فيها كيما يدير فيها العدس الحق. ايوا احنا ايوا جيت عندك لالا ناكل معاك الحريره، ما نخليكش تاكلي على وحدك. ورا ديما واخا ما تجيش راني نعطيك، ولكن مرحبا بك كل وقت، مرحبا بك. انا الحريره ملي تنديرها ما تنديرش بحسابي انا سبعه وصافي، ندير بحسابي وحساب اختي و... ايوا نزلت صابينا في الحريره ديالنا، راني عشيت ناسي، درت داكشي اللي كتب الله، راكم شفتوني خفيف ظريف، داكشي خفيف ظريف عبوستي وراجلي، ودرت راسي انا كناكل معاهم وانا معاوله على الحريره، غير كليت قلت لي انا غادي ناكل الحريره، راجلي ما كيغبش ياكلها، وعبوستي راه حنا غادي نعطيوها شي، نديو ليها نديو لها شي كويميله. ديما تندير لا جميله لا ما جاتش عادي، كنعمر كميله وتشربها هي وعلوسه. ها ديما تعدي ليها نديرها حقها، ناكلو حنايا ان شاء الله ونديرها حقها. وها انتم معنا البنات وكلشي. انا الربيع هذا ما نديروش فيها كامل، النص انا في الاخر ملي تندور هذا نلوح فيها الربيع، تروح فيها شويه الورق تاع الكرافس حتى هو راه في الثلاجه عندي باش تعطي بنه. حيت اخوتي حنا عندنا هنا الكرافس ما فيش جهد بحال ديال المغرب، جهد بحال المغرب، والربيع حتى هو ما عندناش فيه جهد بحال تاع المغرب، هذاك الشيء علاش تنلخر على هذا الملوك. وانتم اخوتي تابعوا معايا. يا البنات كيف ما تشوفوا راجل عدنزها، طيبت العشاء للناسي وخليتهم تعشاو، وانا تعشيت معاهم شي حاجه بسيطه، وجيت عدنزها باش نكمل العشاء ديالي، دايره الحريره حامضه، الحريره ديال رمضان كل واحد اش كيقول ليها، جابتها حريره حامضه، وغادي دايره كلها مكيله قد شو قداش حلابيات، هذا جوج حلابيات الله يهنيكم خوتي، الحريره غير الزينات هذه انتم نبينها لكم شويه غزاله غزاله زاله وصايبها زوينه. ما صورتش في الدار ما يعني شعندير يعني عشايت على اليوم اختي هي عندي، داكشي علاش اللي كنت بلا كنشاركو معاكم. هو حنا حاطين عادي الخبز فينا في الكعب، يعني درت ديال الخبز وشويه ديال البيض وحريقه، وتبارك الله زوينه، وناكلوها ان شاء الله بالصحه والراحه، ونضربوا لكم ان شاء الله فيديو موعد فيديو جديد، نتمنى ان شاء الله تقبلوا علينا. ونزها هي معايا اليوم، راني غير دخلتها معايا، عا قالت لي راني دايره الحريره، قلت لها جايك دابا هو نشرب حريرتنا غزاله. يلاه بسم الله بسم الله غزاله. درت فيها الحيمات ديال الغلمي، شويه العظومه ديال الغلمي ديال العيد، ايوا هو العظومه كيجيو فيها زوينين. ندوقو بسم الله، بنينه انا راني ما كدير ناكل خبز، انا حيت جا عطاتني اختي قولي دارت المسمن شاركتي معاه، وجابت وخلات لي حقي، خلات لي حقي، تا جيت انا جيت دايزه شافتني من شارجي وقالت لي المسمن، قلت لها راه هي هو، جيت الدار عمرت عليه اتاي وكلت المسمن، دهنته بشويه زبده والكوفيتير وكلتاش، بغيت حريره بحال هكا نشربها صافي. حريره زوينه حريره كنت وحشيها مره مره وشحال هادي ما درناها. السلام عليكم اختي.